في فترة حساسة دامت أكثر من شهرين، وهو لا يزال يلتزم الصمت على خلفية إقالته على العارضة الفنية للمنتخب الجزائري من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ها هو اليوم يعود من جديد ليصنع الحدث في فترة مقدسة خلال شهر رمضان الفضيل. لقاء الناخب الوطني الجزائري السابق جمال بلماضي والقائد الجديد لسفينة المحاربين ياسين إبراهيمي يصنع الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول فيديو على منصات السوشيال ميديا ما أدى إلى فتح باب التأويلات بكل أنواعها. الفيديو الأخير الذي لم يتجاوز 9 ثوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهر القائد الجديد للخضر وهو يصافح عددا من اللاعبين في العاصمة القطرية دون إلقاء التحيات على بلماضي، ما أثار ضجة كبيرة وما تم تفسيره على أنه تأكيد للتوترات المزعومة بين اللاعب ومدربه السابق. الظهور الأخير للطرفان بذلك الشكل وحسب الحقيقة الكاملة التي أكدها الإعلامي الرياضي بالدوحة القطرية مجد بوطمين أن الدولي السابق عدلان قديورة قد نظم حدثا كرويا مصغرا ترحما على روح أخيه المتوفى شهر جانفي الفارط، وهو ما جعله يستدعي عددا كبيرا من الشخصيات البارزة في صورة جمال بلماضي، ياسين إبراهيمي، سفيان هني، فريد بولايا الذين ينشطون في الدوري القطري. شهود العيان هم الآخرون أكدوا أن الفيديو المتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي غير كامل وقد تم قصه عمدا، وأن بلماضي وإبراهيمي قد التقيا وكانت الأمور بينهم جد عادية، فما الغاية من المقطع المتداول في هذا الوقت بالذات؟ ومن وراء كل هذا؟